المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل في حديثنا حول خروج الشريف حسين الهندي من الخرطوم إلى الجزيرة أبا، ومن ثم من الجزيرة أبا إلى الحبشة، حيث تحدثنا إلى محمد حمدان، مهندس ومخطط ومنفذ تلك الرحلة. الشريف وصل إلى أديس أبابا بعد أن أرسل له هيلة ثلاثي طائرة لتأخذه من الكرمك الجانب الأثيوبي إلى الحبشة. ولكن نرجع إلى الريح النور، وهو رجل كان مقربا جدا من الشريف حسين الهندي، وقد لازمه وخطط له رحلة الخروج من الجزيرة إلى الجزيرة أبا، ثم التقاه مرتين في جدة ومرتين في لندن. مرحب بك الريح مرة أخرى في نادي الاعترافات. مرحب، شكرا لك يا أستاذ عادل. الله يبارك فيك. طيب، أنت عارف خبايا كثيرة جدا من خلال رحلتك الشهيرة مع الشريف حسين، سواء كانت داخل السودان أو خارج السودان. من هو صاحب فكرة الخروج إلى الحبشة؟ ليه تم اختيار الحبشة؟ مع أن السودان بتحد دول أخرى، كان ممكن يمشي تشاد، كان ممكن يمشي كينيا، كان يمشي أوغندا، يعني في دول كثيرة من دول، وكان ممكن يمشي مصر، في دول كثيرة جدا، كان ممكن يمشي ليبيا. ليه اختار الحبشة بالذات؟ اختار الحبشة بدري، هاي الثلاثي لما اتخلع من السلطة كان جاء الشريف يوسف الهندي أبو الشريف حسين هنا في الخرطوم، هنا في بري، في بري الجنب بيت الجنب البركسي ده. نعم. فكان بيخدمه الشريف حسين، ويعرف الشريف حسين يعني معرفة شديدة جدا. فهنا لما تكونت الجبهة الوطنية في الجزيرة أبا، فيها حزب الأمة من جانب الاتحادين الشريف حسين الهندي والأخوان المسلمين، فاتفقوا النظام ده ما بيتغير إلا بسلاح. اتفقوا على أساس الشريف حسين يطلع برا يعمل معسكرات ويجيب سلاح لمقاومة النظام. لمقاومة النظام. طيب، أنت يعني واضح أنه بعلاقتك القريبة جدا والحميمة بالشريف حسين الهندي تعرف كثيرا حول شخصية هذا الرجل. صح. أنا داير يعني كلام للتاريخ كده، فيه اعترافات. هل الشريف حسين الهندي كان رجلا مزاجيا مزاجي، ينفعل، يزعل، يفرح، يعني متقلب؟ الشريف رجل بسيط متواضع، وفي قضيته لا يخشى لومة لائم، وقلبه ده في قضيته والله من حجر. ملول؟ بيميل بسرعة؟ أبدا. باله طويل؟ باله سلبة والله. أنت لما تسهج. طيب، في الرحلة الطويلة اللي أنت معه في هذه كان كثيرا نوم، نوام؟ لا، بنوم بسيط ولا العكس؟ بنوم بسيط، وفي الأخيرة كمان بقى في لندن ما بنوم كله كله، كله كله الكرسي ده للساعة 6 صباحا. مشهور بأنه حاد الذكاء، ذكي جدا، ذكي وعنده فراسة. أنت لو جاي خاش عليه والله يراك من ظفرك لراسك، يعرفك لو انت كذاب عايز تغشه، عايز هنا وكده. بعدين الشريف ده يعني هو ما بيعلم الغيب، لكن فراسة، فراسة، وعنده معلومات بيجيو من اي خروم ابره، هو عنده فوزور. يعني انا كنت معاه في لندن، كل طياره بتجيب لها 3 4 أنفار من ناس مختلفين. يعني أي معلومة في السودان ده عنده، حتى في الأمن وفي الجيش عليه الطلاق بيجوا ناس. يعني أنا كان يتحرى معي هنا في حوالي 76 أولاد شدبور، والله اسمه حسن السم وفتحي يعقوب، والله يتعاملوا معي معاملة حضارية جدا في الغد العام. اعتقلوك لكم أنت؟ ما الحوادث تاع 76 عرفوا انك انت اللي ما في حركت الشريف، في اخبار كده انا انت اللي طلعت الشريف، هاي واعتقلوني وجابوني للقيادة العامة وقدمونا لمحكمة عسكرية. حكموا عليك بشنو؟ حكموا علي بسجن.
كم؟ سنتين سجن. لكن أشيد برضو باللواء وقرون لأنه بعد المحاكم ودونا الدروة. جاء اللواء وقرون طاير بالعربية بتبو يا زول قيف. كان داري يعدموك يعني؟ دارين يعدمونا ما أنا برأي نحن 76 نفر معك المجموعة؟ هاي مجموعة أصحاب بضو دكتور محمود زروق مجموعة وحسن عمر حضرة والمجموعة دي كلها وسيد أبو علي فتح الرحمن البدوي مجموعة نحن أبو قرون اللي حكم؟ أبو قرون اللي حكم غايد المنطقة بتاع الجبل أولية دي وقال يا جماعة الناس ديل أحكامه لسه وانتو قربتوا مشان على الدروة خلاص وقفنا في خشمة الدروة حفرة مزروعة بسلف شايك رد فيها ووتر جريدر فقال أركبوا أنا أول زول نزل أنا ما كنت أول صبي تين لبت النلتة أخونا وحعبد الله موسى الله يرحمه المدني وراكب جوا وقال الرايع في شنو هنا؟ قلت له هنا في محل دفن إعدام قال لي ما بكلمونه كتلة كلمه بس ابو قرون سيك وقبل اللي يحكون ابو قرون بالعربيه بتاعته اركبه ركبته انت والمجموعه انا والمجموعه حاج مضوي نظيف معانا دبابه قدام ودبابه ورا العربيه لغايه وصلنا القياده بتاعته في جبل أولية نزلنا في حته محترمه جدا الصباح والله ضبح لنا انا اشيد بابو قرون يعني. ضبح لينا وجاب المستجدين قال يا جماعة أي زول عنده هدوم داري غسيلة داري كوية كده الناس ديل بي عمولها له قعدنا ثلاثة شهور لما جاء الحسين الحسن كان في القضاء العسكري جاء لنا الأحكام 10 سنة و5 و2 انت أخذت سنتين وبراءة وكده نعم وانت أخذت سنتين أنا أخذت سنة طيب انت نرجع لموضوع الشريف حسين الهندي التغيت بالشريف مرتين في جدة ومرتين في 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 لندن. أي. صحيح؟ صح. الشريف رفض المصالحة. القوى السياسية الجبهة الوطنية كلها وافقت على مبادرة فتح الرحمن البشير بالمصالحة بين نميري وبين المعارضة عام 1900 بعد 76. صح. بعد المواجهة العسكرية بين المعارضة وبين النظام العسكري الثاني. الشريف حسين الهندي ربما ظل الوحيد اللي ما جا شارك صح ولا صالح ولا هادن صح ليه السبب شنو؟ السبب صادق المهدي لما مشى عمل مصالحة بورسودان نعم في باخرة كده وكان معه الأستاذ فتح الرحمن البشير الله يرحمه فيه ده رجل سريب بيثق فيه شديد جدا ورجل مدين وصادق مع الشريف صحيح فلما مشى لندن الشريف جاء في لندن وقال لي سيد فتح الرحمن احكي لي قصة المصالحة قصة المصالحة وقام حكى لي قال لي والله نميري وسيد صادق كل زول قلد اخوه بكى قال لي بس فيها شنو ثاني بنودة قال لي باطلاق جميع المعتقلين والسجناء والسجناء السياسيين ما في حل اتحاد اشتراكي قال له ما في احزاب قال ما في اي شيء قال بس شريف رفض المصالحه وظل على الموقف ده طيب انت قلت لي في لندن طبعا كان هو مشهور بانه يعني عمل نشاط معارض كبير صح هل كان عنده أي فكرة بتاعت حكومة ظل برا؟ هو ذاته الشريف هناك برا عنده حكومة حكومته أول شيء أحمد سعد عمر ده اعتباره وزير دفاع ناس جلال يوسف الدقير ده الشريف بيبعته للأمراء والرؤساء وكده ومؤتمرات زي وزير خارجية ما نسمح جب محمد عثمان والسماني الوسيلة وحسن دندش هناك وبدر الله يرحمه ويغفر له وبدر الدين الخليفة هناك في الإعلام حسن دندش كان في المعسكرات هناك برضه فعامل حكومة اسم نور الله يرحمه زولنا بتاع الأبيض ده الحاج مرغن عبد الرحمن؟ لا كان نائب الأبيض اللهم صل وسلم كلهم كان بيشكلوا حاجة أقرب لكم واحدين في يعني شوف في ناس
زي وزير التربية والتعليم حسن حامد مهدي مسؤول من الطلاب وزير التربية والتعليم، سراج عباس كنين مسؤول من الإسكان، شريف هناك في لندن مأجر له 200 شقة كويس. ف دكتور تاني مسؤول من الناس المرضى اللي بيجوا من هنا، يعني ما اتحادي حزب يومه شيوعي اتحادي، ما عنده حزب، كله بعاليه. الداري عالق علاج بعاليه، الداري قرايه بقريه، عنده قرايه يعني. شوف حسن حامد مهدي ده، انت بتمشي طالب قبلوك في جامعه شريف بيديك 20,000 جنيه تاخذها له في البنك، دي قرايته. في ناس طلعوا دكاتره، في ناس طيارين حسي شغالين طيارين، نعم. في ناس مهندسين. شريف كم بقي له 10,000 طالب برا. نعم. طيب وانا بتكلم عن شخصيته، هو طبعا من بيت ديني كبير، صح، الطائفه الهنديه، طائفه الهنديه. اي هل كان متدين شديد وبيقرا القران ويبكي؟ نعم. طيب حياته الخاصه كانت شنو؟ يعني كان عنده حياه خاصه ولا حياته كلها في اتجاه واحد؟ حياته اصله اصلا ما دخل السياسه دي في المعارضه دي، حياته بقت قضيه وطنيه. ما عنده اي حياه غيرها. بس دي حياته. والشريف ده انت لو عايز تطلع منه كتب، يعني مهدي ابراهيم ممكن يطلع لك منه كتاب، احمد عبد الرحمن يطلع لك منه كتاب، شيخ العرب عمر دايما الله يرحمه يطلع لك كتاب، احمد سعد عمر يطلع لك كتاب، جلال يوسف الدركيري. الشريف ده في كل ناحيه زول ممكن يطلع لك منه كتاب، كل زول ممكن يشوفه من زاويه، كل زول يشوفه من زاويه يطلع لك منه كتاب. طيب وانت معاه لما التقيته في جده، اللي قال الاول كان في جده ولا في لندن؟ اللي قال الاول كان في جده، هو في الحقيقه في جده، انا رسل لي. طيب حصل شنو؟ انا بعد شعبان كنا شغالين هنا في شعبان، حركة الشعبان، نعم، باش اخونا الحاج بابا، نعم. الحاج بابا ده من ناس الجبهه الاسلاميه، اخوان مسلمين، اخوان مسلمين، مشى هناك ولاقى الشريف وحكى له عن الشغل بتاعنا هنا. كنا في بيت ناس المرحضرة مجموعة، أنا وعبد الرسول النور والمرحوم عباس برشم، محمد يوسف الدقير، مجموعة، وإبراهيم بقرية، وفتح الرحمن البدوي بقرية ده كان موزع المنشور، إبراهيم المنشورات، وموظف السكة حديث. فنحن مجموعة كبيرة، مشى قام حكى له القصة دي. فزوجة حسن حمد، ده زورنا اتحادي الله يرحمه توفى، كانت هناك كتب لها اسمي في توبة، قال لها ودي لها حسن حمد يجيب لي الزول ده. فعلا انا جيت الصباح كنت مع بشرتولي، عندنا شغل بجاي في بحري، وانا كنت مسؤول منه شغل بتاع قشارات وهنا بنشحن شحن. ايوه شغل خاص. فبشير قال لي رايح محي الدين عثمان الله يرحمه توفى، قال لي دايرك. مشيت لهناك. هناك وين؟ هنا في كان شغال في الشركة بتاعت خرطوم، يعني خرطوم هنا، نعم، شارع الجمهورية، نعم، خور عمر ولا يسيم شنو كده معاه، نعم، شركة بتاعت تايبيست وطباعة، نعم، وراه، نعم. فجيت وقال لي والله الريح قام دقاني كده في صدري، قال لي أي سر تطلع من صدرك ده ما تضمن زول يحفظه لك. ما تضمن زول يحفظه ليك. نعم. قلت له ايش يا عدي؟ قال له والله الشريف قال دايرك مع زوجة حسن حمد. بس رسالة. جوازك جاهز؟ انا كنت ساكن بيت ناس عمي هنا في جنب بيت اسماعيل الاسري. درمان. درمان. مشيت جبت جوازي، زمان بس بتجيب كده عمره بدقوا لك طوالي. طوالي ادوني وقطعت التذكرة وفي داي. بو ومشيت جدة. قبلها ب 73 مشينا انا والاخ الامير الحميد والشريف زين عابدين، مشينا الحج، الشريف ما لقينا، ما جاء شريف حسين. ما جاء. دي في 73. 73 جينا راجعين. مشيت المشي الثاني. المشي الثاني رسل لي هو ده
كانت سنة كم دي تقريبا؟ دي 74. هو معاه بدايته للمعسكرات في ليبيا. وهو دي ذاته رصد لي عمل تحضيري ل 76 أحداث بتاع 76 المرتزقة. اختصرونا بكلمتين قالوا ما سميت المرتزقة. اختصرونا بكلمتين كلهم سودانيين. وانصار واتحادين واخوان. اخوان مسلمين نعم. فمشيت لقيت في عمارة بخش ما مشينا لا انا والشريف زي عبدين قبل كده. في يده. لقينا الشيخ الشيخ العرب عمر نون الدايم الله يرحمه واغفر له. دكينا الجرس فتح بيعرفني عمر نون الريح كيف الحمد لله احسن وجيت قاعد كده وبتونس معاه وجاب لي حاجة باردة كده بشربها وعندهم الفرش العربي ده بناتي بتحت قاعدين وأنا بنضم معاه وهو عمر بيضحك ده الشديد بيضحك كان في اللحظة بيضحك فيها في جرس ضرب سيد عمر قام مشى فتح الباب قال لي عمارة ليه بتضحك ده الشريف حسين قال لي جرى الرايح يا سلمت عليه وكده وكده قعدنا في بيت عمر ده جمع في معاه مهدي إبراهيم جاء أحمد عبد الرحمن ودكشم ولدنا من الشريك سنار أخونا ومجموعة أخذوا قعدتهم دي يعني وفد كده بقعدة الشريف حسين أي أخذوا قعدتهم دي تونسوا ونظمي وإناي والحالة وما الحالة غرروا أنا أقعد مع أحمد عبد الرحمن في بيته بيته كبير كان أستاذ هناك في الجامعة نعم جامعة بصالون كبير هناك الشيخ انتقلت لبيت أحمد عبد الرحمن انتقلت لبيت أحمد عبد الرحمن الشريف ده أصله قاعد له في فندق ما عارفه قاعد له هناك محله ما عارفه تاني يوم من المساء جاني الشريف طيب إذا قعدت في بيت أحمد عبد الرحمن بعد ما التقيت بالشريف حسين الهندي في بيت الراحل عمر بن نور الدايم وانت في بيت احمد عبد الرحمن ليلا جاك الراحل الشريف حسين الهندي حنواصل ولكن بعد ان نخرج الى فاصل المشاهدون الكرام مرحبا بكم مرة أخرى نواصل مع السيدة الريحة النور نحن توقفنا عند محطة انتقلت لبيت السيدة أحمد عبد الرحمن في جدة صح نعم والشريف حسين جلقك بالمسا بالمسا حصل شنو؟ حصل قال لي جيب ورقة وقلم طيب جبت ورقة وقلم قال لي اكتب في خط ايدك عشان تعرف تقرأ كويس نمرة واحد نمرة اثنين هذول ورق الفلوسكاب دي كلها اتملت فات انا في الصباح بمشي لاستاذ عمر نور الدايم هناك في نمره 2 على البخش بقعد معه قال لي احفظ الكلام ده يا زي الطالب اللي بده حاجه يقول لي احفظها تذكر ولا نعم يعني بعد 10 يوم الشريف حسين هاي لكن يوم انا بلتقي هناك لكن جاني جاء سالك بعد 10 يوم في من الورقه قال لي جيب الورقه اديته الورقه ها نمره واحد كده كده حفظتها انت حفظتها صم شرطها ما في السبت رسائل رسائل وفيها حاجات بس انت لسه حافظها ولا نسيتها؟ حابب احكي لك منها شيء طيب كويس في مشروع في حتة اسمها كنينة مع الحدود الحبشية نعم. المشروع ده أشتريه وأجيب تراكتر وأعمل فيه قطاطي وأحرته أعمل له فيه 20 قطية وكرانك وبتاع وكده ده عاملينه لشنو زي معسكر الناس اللي بيجوا من الحبشة يجي يخش عن طريق المشروع ده المشروع ده ودون كده من ليط
دخلوا ليبيا. لواري نيسان الشريف. نعم. دي واحدة من العشر حاجات. أي متفق معي. لواري نيسانات جديدة. جميل. كويس. تاني من العشر حاجات. الحاجات الثانية دي هنا حاجات داخلية. قول لأحمد خير كده، قول لأحمد غوي كده، قول لفلان كده، قول لفلان كده، قول لفلان كده. في الجزيرة محمد عبد الله موسى، أخونا بدوي أبو تريس في طاوة الله يرحم كده، يعني حاجات كده. رسائل زي دي. رسائل. مهام. 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 وي. وصلت المهام دي؟ دي وصلتها، لكن الأخيرة دي لما بقيت عليها طويلتها. الأخيرة يعتفين. بتاعت المشروع والحاجات دي. عرفوك. ودي أهم شيء. ما تنفذت. ما تنفذت. ما تنفذت. طيب أنا حسألك سؤال أخير. حسألك سؤال أخير. أنت أديتنا ملخص للقاءك بالشريف في جدة ولندن. في لندن في شيء جديد ولا هو الكلام اللي قلته ده ذاته؟ ما في لندن الشريف ما هو اللي اختلف هو الصادق. نعم. وده يعمل حركة ثانية. أيوه. فجاب الناس ديل على أساس صدق وفاته دي في سينا. قبل ما دي اخر حاجه في الحلقه. في لندن اتكلمتوا في شنو انت وهو؟ ما هو في هيعمل حركه ثانيه. هيعمل حركه ثانيه. بعد الخلاف اللي حصل بينهم. ايوه عملوا معسكرات وقلت لك شوف الاولاد دي انا رسلتهم. اخونا ده فيصل. نعم. ده فيصل الامين، ده كان في المعسكرات. ايوه. ده ليبيا. ده بعض الناس اللي كانوا في المعسكرات. ايوه اخونا ده دكتور السيري توفى الله يرحمه. نعم. وده عبد الرحمن الشريف المهدي. ده وده الجاني للشريف قال لي الشريف قال لك. بعدين ده مولانا فتح الرحمن البدوي. ده برضه كان في المعسكرات وعمنا عثمان جسور ده كان رئيس النقابة وده أنا وده إبراهيم أبو قرية. ده كله بعد الخلاف مع السيد الصادق المهدي. بعد الخلاف مع الصادق. هو غرر إنه يمشي في اتجاه مغاير. آي. في مجموعة غررت المصالحة الوطنية. آي. وجات وانخرطت في النظام بشكل أو بآخر. آي. في أجهزة النظام المختلفة، اتحاد اشتراكي، حكومة وما إلى ذلك. عمل معسكرات كاتحادي. يعني العلفون حسن دندش الله يرحمه عنده مجموعه معاه بدر الدين الخليفي. لكن ال- ال- الخطه بتاع سيد الشريف هل كانت مستوعبه الناس كلهم ولا بس الاتحادين؟ لا هو اصلا ضد النظام، واي اي زول ضد النظام بيكون ضروري يكون معاه. يعني ظل على هذا الموقف. ورفض رفض بات بقناعه مبدئيه انه لا يتعامل مع هذا النظام. انا دايرك تكلمني عن الفصل الاخير من حياة الشريف حسين الهندي، يعني وفاته كانت كيف، وفاته كانت وين، اديني شوية معلومات حول هذا الجانب. وفاته أنا كنت معه في نعم في جدة. أيوة. هو كان عنده زي نزلة كده ومعايا أخونا ضفع الله سعيد ولا مين أحمد الفحل، أخونا ضفع الله سعيد من العقيدة من اتحاد المزارعين في الجزيرة. وجد زول الشريفة والأخ اللي على أساس أنا وضفع الله نجيو في إنجلترا بعد ما يصل هو إنجلترا. هو مشى الرياض وجا راجع جدة، مشى عن طريق أسينة عن طريق الأردن، المطار كان مقفول ولا حاجة كده. خش أسينة. خش أسينة معاه أخونا اسمه أحمد حامد ولدنا المدني كان ملازمه. ما أقول لك أحمد سعد عمر. فلما جاوا الفندق نزل في الفندق الشريف قال لي أحمد حامد ده أبي تجيب لي سندوتش بتاع كفتة. شريف ما جعان عليه الطلاق. شوف الملايين والمليارات دي الخسيرة عليه الطلاق، القروش الخسيرة الشريف في المعارضة لو ادى ياسر عرفات عليه الطلاق كان خش إسرائيل عليه الطلاق. تعرف قام ما جعان ده مشى يتقدم ونسى المفتاح. قال انا الشريف ده يمكن يكون نايم ولا جا راجع اللي بتاع الفندق يعني ما وصل. قال لي تلقى هناك كان عندهم مؤتمر في أسينة. هو ما له هو تقدر يعمل حركه.
وناس احمد زين عبدي مجموعه قال لي بتلقى خالي احمد خير في ميدان وين كده ما عارف، قول له انا جيت وصلت الفندق. في اللحظه دي ضرب عندنا واحد من ولدنا من بري ودى العمده طلب لهم تليفون قال له يجيبوا لي كسره بابريقيه. الود لما جاء احمد حامد كاس الاكره لقاها مكفوله استغرب ومشى اللي بتاع الاستقبال قال لي يا اخي واسم الشيخ عبد الله هنا ما اسم الشريف حسين قال لي يا اخي الشيخ عبد الله ده قال لي الرجل الكبير قال لي لا ما طلع الشيخ عبد الله دي شنو كده للشريف هذا لقب جوازات بخش بيها اسم حركه يعني اسم حركه عنده ثلاثه اسامي في الجواز الشيخ عبد الله وثاني مذكره ما بتذكره مذكره صدق الهندي لانه بشيل الجوازات طيب. فقام قال لي ما طلع قال لي في مفتاح ثاني فتحوا الاكره فتحوا الاكره خشه لقوم يتكل كده قعد في سرير زي قعدتك دي شريف الشريف ما في رفع ايده وقعد فتحمد قال لي في دكتور في الفندق قال لي دكتور جاب لي دكتور في دقيقه دكتور شاب ايش قال الزول ده توفى له خمس دقائق بس الدنيا ضربت الضرب لون تلفون ولدنا ولد العمده ده جابوا الكسره وبنايه لقوا الناس ما تلموا والله صدموا واحمد حامد ده جنه عادي جدا لما شريف توفى بعد ذاك الخبر انتشر جثمان وانتهى وقالوا جيبوه تسيلوا هنا جابوا جثمان السودان لا جثمان جاء السودان بمعاناه شديده جدا ما كان قال السلطه ما كانت موافقه لانه لغيري قال له جثمان مشى العراق ومشى ليبيا ما يدفنوا هنا فعلا الجثمان مشى صدام حسين طلب يجيبوا الجثمان هناك يصلوا عليه صلوا عليه قذافي طلب يجيبوا الجثمان يسلموا عليه قذافي لما جابوا الجثمان مسك الجثمان كده استغفر الله باسه كده يقصي على الموت القذافي باس الجثمان وبكى يقصي على الموت فاخيرا اشكر اللواء عمر احمد طيب كان بيتصل مع شيخنا الشريف صديق فقال لي اخي الرئيس خلاص وافق انه الجثمان يجيبوا الجثمان هنا الجثمان جاي بطائره حربيه نزل احتاطوها بكشافات كده بتاع الدبابات يعني انت وسط البغادي ما بتشوفه غايته شالوا الجثمان ده ما عارفين بيفتكروا دي حركات من حركات الشريف ولا احنا ولا كده ده سلاح ده حاجه المهم جابوا الجثمان معرض الخرطوم ده كله اتملى دبابات للنهايه من اول لاخر يعني الناس الجايين للتشييع من مدني وقفوهم هناك في التفتيش الجايين من كده فوقفوهم للتفتيش بده كله كان في خلق شديد يعني وتم دفنه في السرايا في الجزيره مع ابوه شريف يوسف في السرايا في السرايا عليه رحمه الله احنا نقرا فاتحه على روحه اللهم انا مما مات بقرا له في كل وقت نقرا الاخلاص سبع مرات ربنا يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين الله يكرم. انا شاكر لك جدا الريح النور على هاتين الحلقتين المثيرتين حيث تحدثنا حول هذه الشخصيه الاسطوريه الشريف حسين الهندي منذ أن خرج من السودان عام 1969 وحتى عودته يعني على أكتاف الرجال عام 1982 له الرحمة وربنا يرحم كل الأموات أشكر المشاهد على حسن المشاهدة في كلمة أخيرة أشكر أستاذ حسين خوجلي على القناة أم درمان الجميلة وجميلة الكاميرات والأساتذة المصورين المهندسين الذين يجيدوا العمل وحسن الأخلاق والأخوان الفوق أشكره شديد جدا وأشكر الأستاذ عادل عبدو أنا لاقاني واحد ثاني عادل سيد أحمد الله يخليك أنا لاقاني واحد قال لي يا أخي
والله عادي سيد احمد ده بيسالك بيسال. قلت له ما داري مليك كله، انت في حاجات ما عارفين. الله يبارك. قال لي والله شكرا لي، والله سؤال اسئله دقيقه جدا في ناس ما عارفين. شكرا لك. اشكرك يا استاذ. شكرا لك كثير. الله يكرمك. المشاهدون الكرام، كانت تلك محصله لحلقتين حول الشريف حسين الهندي. اشكركم على حسن المشاهده، على امل ان نلتقي مع ضيف اخر لنقلب دفاتر التاريخ السياسي السوداني في نواحي أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.